دكتور، النادي الأهلي في الفترة الأخيرة كان بيعاني من عدة إصابات، يمكن من أشهر الإصابات دي إصابة محمد الشناوي اللي جات له في العضلة الضمة. طيب أسبابها إيه وطرق علاجها إيه؟ بصي، هو الأبحاث العلمية في شد العضلي قالوا إن فيه لهم سببين رئيسيين. يا إما السبب الأولاني بيكون أثناء المباريات، هما بيلعب ما بياخدش السوائل الكافية بالأملاح والحاجات الكافية، يا إما ده نتيجة توافق عضلي عصبي نتيجة تحميل زايد على العضلة، وده غالبا هو ده اللي موجود، إن بيبقى تحميل زايد مع، فبيحتاج إن هو دايما يعمل استريتشات كويس وتقوية كويسة. اتنين، تقليل الأحمال شوية، ما تبقاش الأحمال عالية قوي، إن الأحمال لما بتعلى قوي بتؤدي إلى الشد العضلي. فهي عملية توازن وتوافق. امتى بنقوي العضلات؟ ان لما واحد يبقى عضلاته ضعيفه ويعمل مجهود جامد لازم هتشد العضله. فلازم دايما بنقوي العضله، دايما حتى في البرامج لما بيتعمل برنامج للعلاج لما حد بيجي له شد بندي راحه تامه للعضله دي، وبعدين بيعمل علاج طبيعي بحيث ان يحصل فيه ارتخاء تام للعضله، وبعدين يبدا يقوي العضله عشان يرجع يلعب تاني. ما هو بقى ده نفس اللي حصل، لو كانت العضله دي بقت في قوه اكتر، يعني دايما بنقول ان الشد العضلي بيرجع لبدايه الموسم، بدايه الموسم وتلاحم المواسم بيؤدي الى انه ما بيتعدش بشكل جيد، ان هو يعمل تمارين اعداد بشكل جيد، فمحتاج ان هو من فتره لاخرى ان هو لازم يدخل جيم ويقوي العضلات عشان ما يحصلش الموضوع دوت، والشد والاستريتشات تكون كويسه. بالاضافه لازم يكون بياخد التغذيه بتاعته المثاليه، الاملاح اللي بيفقدها نتيجه العرق لازم تكون بتتاخد بشكل جيد.